يقرضون لما الألف سيد بتطلع ايه؟ الألف سيد بتطلع ايه؟ بيتا سيلز تمام؟ ما نساعد. طب الإنسولين قلنا امبارح إذا كتر المين أكشن بتاعه يدخل لنا كام حاجة من البلد بسل؟ ثلاث حاجات دخل ايه وايه؟ برافو. يبقى يدخل الجلوكوز الامينو اسيد البوتاسيوم. برافو. عشان كده عارفين البوتاسيوم لما يزيد بنسميها هايبر كالسيوم. كالسيوم دي كالسيوم كاليميا. هايبر كاليميا. هايبر كاليميا دي بتقع في الهارت ديورينج دايستول. برافو. يبقى الهايبر كاليميا دي خطيره وبتموت. يا دكاتره خليكم معايا في التركيز. تركيز يا شباب. يا شباب يا شباب يا دكتور يا دكتور يا دكتور. يبقى ايه؟ يبقى الهايبر كاليميا بتموت يا شباب. عارفين ايه اسرع حاجه عشان اظبط؟ هو النورمال بوتاسيوم كام يا دكاتره؟ 3.5 5. برافو. اسرع حاجه لو واحد عنده بوتاسيوم 7 7.5 ممكن بقى يموت. عارفين اسرع حاجه ايه؟ ادي انسولين على طول. البوتاسيوم يدخل جوه الخلايا. فالبوتاسيوم يحصل له ايه في الدم؟ هيالي. بس برضه الراجل ده هيموت. سكر. يبقى بص بقى اسرع علاج للهايبركاليميا ندي سكر وانسولين. فاهمين؟ اعمل حساب ان الانسولين ده هيدخل ايه؟ هيدخل سكر برضه ويحصل هايبو جلايسيميا. ايهما اخطر يا شباب، الهايبو ولا الهايبر؟ هايبو بالظبط. الهايبو بتعمل بيرنان دامج للايه؟ للسينس. فاهمين؟ عشان كده لو واحد في غيبوبة السكر يا ترى ده هايبر ولا هايبو؟ هايبر. اديله ايه؟ سكر. اديله سكر. هو ادي انسولين الاول، ادي سكر. والله لو فاق اللي عنده السكر لو قل عن 50 يا شباب ممكن واحد يدخل في كوما. سمي هايبو جلايسيميك كوما. طب لو واحد يا شباب عنده سكر 500 عادي ممكن. اللي عنده غيبوبه عنده 500 وعنده واحد غيبوبه عنده 40 يديله سكر. ال 40 اول ما ياخد سكر هتبقى 70 هيفوق. ال 500 هيبقى 550 مش قضيه. فرقتش كتير. فاهمين يا شباب؟ يبقى اي هايبو اي كوما دايبيتس اعتبرها هايبو الى ان ينزل بتاعك الثاني. خلاص؟ ايه اسرع علاج للهايبر كاليميا؟ انسولين وسكر. دكاتره زي ما قلنا المره اللي فاتت الجلوكوز دخل بغرض ايه؟ الجلوكوز دخل جوه الخليه. قلنا والله عندنا ثلاث مسارات للجلوكوز. المسار الاولاني جلايكوليسيس. جلايكوليسيس اعمل اي تي بي اللي هو زي ما قلنا امبارح هي وجبه الفطار. وجبه الفطار نفطر نتحرك نجري نطلع سلم ننزل سلم نروح نيجي. يبقى ده ايه؟ ده اعمل اي تي بي. طب لو بالليل اكلنا الساعه 12 واحدة بالليل ونمنا هل اطلع اي تي بي؟ يبقى اروح املى الستورز جلايكوجين اللي في الليفر وفي المصر. طب الستورز اتملت يبقى هعمل فات. يبقى اللي عاوز يدخل اللي عاوز يدخل يا شباب يتعشى وينام. فاهمين؟ طب اللي عايز يخس ياكل قبل قبل النوم بثلاث ساعات. يبقى ينام الساعه 12 مثلا او واحده ياكل الساعه 9 10 هيتحرك وياه. يبقى الاكل طلع طاقه. فاهمين؟ لكن هو تعمله زي حسام كده. حسام ياكل الساعه 12 وهو بيتفرج على التلفزيون ولا بيقعد يذاكر بقى.
ياكل وينام. تاني يوم ما طب شباب دخلنا امينو اسيد. الامينو اسيد دي هتعمل ايه يا شباب؟ هتعمل بروتين. واضح؟ يبقى مين اللي بيدخل امينو اسيد جوه الخلايا؟ اقول له تو هرمونز، جروث هرمون وانسولين، وعشان كده الاثنين بيساعدوا بعض. هقول معلومه دلوقتي غريبه الشكل. ايه المعلومه الغريبه الشكل؟ الجروث هرمون والانسولين مشابهين ان يدخلوا امينو اسيد ويعملوا بروتين سينثيسيس، تكوين بروتينات، وعكس بعض في ايه؟ جلوكوز. اه برافو برافو. الانسولين يدخل الجلوكوز، الجروث هرمون يقفل له الريسبتور بتاعته. يبقى مين بيعمل بلوك للانسولين ريسبتور؟ واحد اثنين. مين الواحد ده؟ الجروث هرمون. يا سلام برافو. والتاني كورتيزول. مره تانية يا شباب، مين بيقفل؟ مين بيعمل بلوك للانسولين ريسبتورز؟ كورتيزول. عشان كده واحد يا شباب زعل، زعل يعمل ايه؟ طلع كورتيزول. ايه هو الهرمون بتاع الاسترس؟ كورتيزول. يقفل الانسولين ريسبتور، السكر في الدم، وممكن يجيله دايابيتس. فاهمين يا شباب؟ طب مين يقلل لنا عدد الريسبتورز؟ ايوه، اللي يقلل النمبر اوف ريسبتورز هو الاوبيس. فاهمين يا دكاتره؟ ها؟ يبقى هنا خلوا بالكم، في عندنا مرضين للسكر. بنكرياس بايظ ما بيطلعش انسولين، يبقى ده تايب 1. او ريسبتور خربان. ايه اللي يخرب الريسبتور؟ حاجتين، يا اما نعمل بلوك يا ايه يا جروث هرمون يا كورتيزول، واما عدد الريسبتور دي. عشان كده لو واحد عمره 30 سنه 35 سنه وبيز، اقول له عند سن ال 40 خلي بالك هيجي لك سكر. يقول لي ليه؟ اقول له والله الاوبيزيتي بتقلل عدد الانسولين ريسبتورز، كانت 100 دلوقتي بقت 20. فالانسولين اللي طالع ده مش لاقي الريسبتور يشتغل عليه. فايه علاجه؟ نقلل الاوبيزيتي، نلعب رياضه، نتحرك. فاهمين يا شباب؟ يبقى ده ايه؟ ده الانسولين. طب مين يطلع لنا الانسولين؟ ايه الفاكتورز فاكتورز انكريز الانسولين؟ اقول له والله اول حاجه لازم اقولها جلوكوز. اول ما بناكل بلاد جلوكوز بيزيد. بلاد جلوكوز لما يزيد يطلع انسولين، عشان انسولين ياخد الجلوكوز من الدم يدخله جوه الخلايا، واعمل بيه ايه؟ انرجي وطاقه. فاهمين يا شباب؟ يبقى دي سهله. طب ايه كمان يطلع لنا؟ ايه كمان يطلع لنا الانسولين؟ لا من الرسمه دي. اول ما الامينو اسيد تزيد تطلع انسولين، اول ما البوتاسيوم يزيد تطلع انسولين. يبقى ادي ثلاث حاجات يا شباب، ايه؟ يفكروني بالاكشن ويفكروني اللي بيطلع. فاهمين يا دكاتره؟ طيب ايه كمان يا شباب يطلع انسولين؟ اقول له والله النمرة أربعة اللي طلع انسولين كل الجي اي تي هرمونز، كل الجي اي تي هرمونز. هقول لكم سؤال بيجي في الكيمياء ما بيجيش في الفسيولوجي. ايه بقى؟ واحد ادينا له 10 جرام جلوكوز انترافينس والتاني او هو بعد كده ادينا له 10 جرام جلوكوز اورال، مين هيطلع انسولين اكتر؟ الاورال. الانترا اللي ايه؟ برافو الاورال صح. ليه؟ الانترافينس ال 10 جرام دخلوا الدم خلاص هتطلعها، خدناهم بالبق
هيبقوا ابزوربد 10 جرام هيطلعوا انسولين، لكن وهم في الدايجيشن بيطلعوا جي اي تي هرمونز، فاهمين؟ جي اي تي هرمونز هتطلع انسولين، يبقى في الكيمياء يقول لنا ايهما يطلع انسولين اكتر؟ اورال كربوهيدرات ولا اي في جلوكوز؟ اورال جلوكوز ولا اي في جلوكوز؟ اورال. ليه؟ لان مين يبقى مين؟ يبقى كم حاجه دلوقتي بتطلع انسولين؟ يبقى كم حاجه؟ بس هيجينا في الامتحان كده اكتر فاكتورز قول له ايه. وانت عارف دكتور ايش ها في الشغل بالظبط هيجي يمسك جوه سهل يا شباب ولا صعب؟ سهل. طيب ايه كمان؟ بصوا يا شباب السمراستيك والبرا سمراستيك خلوا بالكم بقى معايا يا شباب، هنقول السمباثيتك هو ده المهم يا شباب، هو اللي زود. بصوا بقى خلوا بالكم السمباثيتك له الفا اكشن وبيتا اكشن، الفا وبيتا، الفا انهبيت الانسولين، بيتا ستيمولانت للانسولين، بس من هو الذي هو اكثر من الاخر؟ لا 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 يبقى بصوا كده يا شباب، مين اكتر من التاني؟ عشان كده لما نزعل السكر زين السكر يبقى نفتكرها كده يا شباب. ها واحد يقول له انا زعلت جالي السكر، قول له ايه اللي زعلك؟ حاجات كتير. ايه اللي ما يزعلنيش؟ المهم يعني خلاص زعل سمباثيتك الفا وبيتا، البيتا بتزود الانسولين سكريشن والالفا مين اللي بيغلب؟ الانسولين الالفا. فاهمين يا شباب؟ واضحه كده ولا؟ طب انا اقول لكم على معلومه ظريفه بس يعني صعبه تجيلكم في الاختبارات لكن اعرفوها ايه هي. بصوا واحد دايابيتك اديله بيتا بلوك، بيتا بلوك، بيتا بلوكر، لا لو ادينا له بيتا بلوكر هزود الالفا، يعني البيتا بتزود شويه انسولين صح ولا لا؟ لو ادينا له بيتا بلوكر يبقى كان يعني بقلل له الانسولين كمان يعني. فاهمين ليه بنقول بيتا بلوكر؟ لان البيتا بلوكر دي بتستخدم كتير جدا جدا في الكارديو فاسكولار سيستم، يبقى اللي عنده دايابيتس اقول له ايه؟ ندي بيتا بلوكر بحساب، هنديله بيتا بلوكر ضروريه، لكن اداله ايه؟ بحساب. عامل حسابي ان ايه؟ ان البيتا بتزود الانسولين. فاهمين يا شباب؟ والراجل الدايابيتك ده عايز اديله انسولين، عايز ازود له الانسولين. كبير بقى يا شباب؟ ولا لا؟ يبقى تعالوا كده نقول ايه الحاجات اللي تزود الانسولين سكريشن؟ اللي بتاثر على الانسولين. يبقى نقول ايه؟ جلوكوز، امينو اسيد، بوتاسيوم اللي هم دول. دي اي تي هرمون نفتكرها اورال وانترافينوس جلوكوز. السمباثيتك الفا بيتا، الفا اكتر من البيتا، الفا انيبيتوري، بيتا ستيمولانت. سهله كده يا شباب؟ طب تعالوا كده يا دكاتره، الانسولين يعمل ايه على الجلايكوليسيس؟ يزود الجلايكوليسيس. يبقى بنجيب الانرجي من فين؟ من الجلوكوز. الجلوكوز ده جاي من فين؟ من الخبز، من الرز، من المكرونة، ستارش، نشويات. دكتور كيف يكون الدايابيتس وراثي؟ حاضر تمام. يبقى نكمل دي السؤال. يبقى بصوا خلوا بالكم الانسولين بيعمل ايه يا شباب؟ بيطلع لنا اي تي بي. بيجيب الانرجي من فين؟ من الجلوكوز اللي هو رخيص، يعني خبز، كربوهيدرات كلها رخيصه. يعني طب لو واحد عنده دايابيتس هل هيجيب الانرجي من الاي تي بي؟ امال هيجيبها من فين؟ من الليبيد، من الفري فاتي اسيد، واسمها بيتا اوكسيديشن. بيتا
هي عيب كميتا اوكسيديشن كيتون بوديز هي كيتون بوديز ثلاثة هي اسيتو اسيتيك بيتا هيدروكسي اسيتيك اسيد بيتا هيدروكسي بيوتيريك اسيد يبقى بيتا هيدروكسي بيوتيريك سيتو اسيتيك هل اسيتون عنده هيدرو لا يبقى الاثنين دول ايه يعملوا اسيد البي اتش ديكريز هيبقى فيه اسيدوز ايه اكتر اورجان يتاثر بالبي اتش برين برافو ايه اكتر اورجان يتاثر بالبي اتش ايه اكتر اورجان يتاثر بالبوتاسيوم هارت مره ثانيه ايه اكتر اورجان برين ايه اكتر هارت فاهمين واضحه ايه اكتر اورجان يتاثر بالكالسيوم نيرفو نيورو ماسكولار جانكشن بريفرنت نيرف سيستم يعني يبقى اكتر اورجان تاثر بالهيدروجين برين اشكال اللي عنده بقى كيتو اسيدوزس كيتو اسيد كيتو اسيدوزس يحصل ديبريشن البرين يدخل في غيبوبه فاهمين يا شباب كبير بقى ولا لا واضحه كده يا دكاتره هاي طيب مرض الديابيتس ده يا شباب مرض الديابيتس دوت جزء منه كبير وراثي طيب وان داي جوفيناين نسميه جوفيناين يجي للاطفال الصغير طفل عمره 4 سنين 5 سنين 9 سنين يجيله ديابيتس ليه ما بنكرياس ما بيطلعش انسولين طب ايه السبب جينيتيك او ايه كمان اوتو اميون ديزيز لكن ما دام انت قلت اطفال يبقى افتكر فيروس الاطفال معرضين بقى للمامز للفيروسات واخدين بالكم يبقى ايه نفتكر كده ايه اللي يعمل جوفينايل جينيتيك اوتو اميون ديزيز فيروس فاهمين يا شباب يبقى دي سهله طب ماتيوريتي اونست واحد عمره 30 40 سنه جاله بقى من الاستريس بقى بتاع الحياه من الاوبيزيتي فاهمين يا شباب من الاوبيزيتي كبير طيب اعتقد يعني انتوا طب الجلوكاجون الجلوكاجون بيعمل ايه يا شباب عكس بالظبط الجلوكاجون ده بقى ايه اذا كاتب بيعمل ايه لما السكر يقل الجلوكاجون يزود علشان يزود لنا السؤال بقى مهم في البايو هنقولها بايو ودايما ايه يعني يحول الجلايكوجين الى جلوكوز اني جلايكوجين الليفر حاجه مثلا برافو يبقى خلوا بالكم بقى جلوكاجون لا يعمل الا على الليفر الا على ايه على الكبده الا على ايه الكبده يشتغل على ايه على الكبده يبقى ايه ما يقوليش بقى ان بيحول الجلايكوجين بتاع العضلات لا ملوش دعوه هل في كبده في العضلات؟ لا فاهم واضح انه بيشتغل على ايه؟ على الكبده الكبده اللي عصار يعني واضحه كده يبقى بيعمل ايه البلاد جلوكوز؟ طب وايه كمان يزود السكر ازاي تاني؟ جلايكوليسيس يعمل جلوكو نيو جلوكوليسيس نيو جينيس يعني ايه جلوكو نيو جينيس يعمل جلوكوز من حاجات تانية غير الجلوكوز يعني تصوروا نحول اللحمه لخبز نحول الامينو اسيد الى جلوكوز يبقى بطلع انرجي من اللحمه طلعها من فين من اللحمه يعني تشوف اللحمه غاليه ازاي يعني شوفوا بقى ونطلع الانرجي من الله فاهمين يا شباب وعشان كده هو كاتابوليك يكسر بقى البروتينات فاهمين يا دكاتره كلير بقى ولا لا طيب يبقى دي ايه دي كفايه كده على البروتوكول تعالوا بقى ندخل في الجلاند اللي مهمه قوي بقى ادرينال كورتكس ايه الادرينال كورتكس دي يا شباب ركزوا بقى معايا الادرينا جراند دي الدكاتره عايزكم تفهموها اكتر من نحفظها لانها منتهى الاهميه نقول الكورتيزول وانتوا هتشتغلوا بالكورتيزول ده كتير قوي كتير قوي قوي هنشوف دلوقتي تشتغلوا بيه ازاي
اقول له والله بص يا دكاتره الاديان جلال اولا هي essential for life. يعني ايه essential for life؟ في two glands essential for life. لو شلتهم العيان هيموت on table كده. باراثايرويد عشان كذا. والاديان كورتكس مش هنقول كورتكس. شفت يعني بص لو شلنا البيتويتري العيان اخبطها ما حصلتش. لكن عايش. ثايرويد لخبطه ما حصلتش لكن عايش. دايابيتس انسولين لخبطه ما حصلتش لكن عايش. لكن برا ثايرويد شلناها بالعمليه يموت اون تيبل مش هيخرج من اوضه العمليه. برضه الاديا كورتكس لو اتشالت الاثنين هيموت مش هيطلع من اوضه العمليه. فاهمين كلمه اسينشال فور لايف؟ عايزين نعرف بقى ليه هي اسينشال فور لايف؟ بتعمل ايه علشان فاهمين؟ تعالوا كده الاول بص كده يا دكاتره. هايبوثالامس بيطلع ايه؟ سي ار اتش كورتيكوتروبين ريليز يروح للبيتويتري يطلع منها اي سي تي اتش. برافو والله نيتك حلوه قوي. بصوا الاعمال بتجيب كده. طب يروح بقى للادرينا كورتكس. تصوروا الادرينا كورتكس زي ما خدناها في الهيستولوجي. بصوا عباره عن كام لاير؟ زونا جلوماريولوزا فاسيكيولاتا زونا ريتيكولاريس دي بتطلع 6 هرمونز مالناش دعوه بيها. زونا ريتيكولاريس دي بتطلع 6 هرمونز تستوستيرون وايستروجين. صوروا لو ميل بقى ميل عنده بقى ايه تيومر سكريتنج اندروجين وتستوستيرون يبقى راجل 100 مش كده. طب لو عنده بقى ايه بيطلع استروجين طب لو العكس في مين بتطلع عندها تستوستيرون ولو في مين بقى عندها بتطلع استروجين كمان يعني احنا نتجوز المهم مش مهم الكلام ده بقى انتوا مسجلين كل موثق دكتور زي كان هي في مدرسه كده تقول لي دكتور حسين في ولد عمره 4 سنين لكن يحبني ويقعد يتلزق فيا ويحضني كأنه راجل كبير وهي ما شاء الله حلوة يعني فهنا نجيب سعب زي اللي بيعملوا يبقى ده ايه تيومر بيطلع من السكسور فهنا دعوه بالسكسور خلاص. تعالوا بقى زونا في السكولاتا دي اللي بتطلع كورتيزول ده ايه الفرق يا شباب ما بين كلمه كورتيزول وكورتيزون؟ ان ده دواء. ان كورتيزون ده دراج. ولما ناخد الدراج ده يروح للليفر، الليفر يحوله الى كورتيزول. خلاص؟ الهرمون بيخرج ايه بقى؟ كورتيزول. ما نقولش كورتيزون بقى. طيب الزونا جلوميريولوزا
بيطلع ايه؟ الدوستيرون. يبقى الزونة جلوميروزا بتطلع ايه؟ اهم حتة في الحتة دي بقى. الـ STH ليس له تأثير على الزونة جلوميروزا. يبقى الـ STH ليس نكتبها بالعربي، ليس له اي تأثير على الزونة جلوميروزا. يعني مين مش هيتأثر لو الـ STH زاد الـ STH قل؟ هل الأدوستيرون هيتأثر؟ أقول له لا. مفهومة دي يا شباب؟ ولا لا؟ طب الـ STH يعمل ايه على الزونة في السيكولاتا؟ زود نشاطها، يبقى بيطلع لنا كورتيزول كتير، صح ولا لا؟ مفهومة كده يا شباب؟ كبير بقى؟ يبقى ايه؟ الـ STH يعمل ايه على الزونة في السيكولاتا؟ يطلع منها ايه؟ كورتيزول. واضحة كده كده سهلة بقى. بس اقول له ايه؟ خلوا بالكم ده فيه نيجاتيف فيدباك. ايه نيجاتيف فيدباك يا شباب؟ ده بيطلع سي ار اتش صح؟ يروح للبيتويتال يطلع اي سي تي اتش، يروح للادرينال، ادرينال كورتكس تطلع ايه؟ كورتيزول. بصوا بقى يا دكاترة كورتيزول، بص كورتيزول ليه ايه يا شباب؟ بصوا نيجاتيف فيدباك على هنا وعلى هنا، يبقى بيعمل ايه؟ بيقلل السي ار اتش ويقلل الايه؟ الاس تي اتش. معلومه بقى مهمه جدا جدا، واللي هيفهمها يا شباب هيفهم السؤال دايما يجي بصراحه صعب. ايه بقى الاس تي اتش؟ صوروا الاس تي اتش ده كام امينو اسيد؟ بصوا 39 امينو اسيد. يبقى الاس تي اتش كام امينو اسيد؟ كام امينو اسيد؟ كام امينو اسيد؟ بصوا بقى يا دكتور، ال 13 امينو اسيد الاولانيين بتوعه زي بالظبط هم ام اس اتش، ميلانوسايت ستيمولاتنج هرمون. ميلانوسايت اللي هي ميلانوسايت هي بتاعت الجلد اللي بتعمل بيجمنتيشن في الجلد. وعشان كده بصوا بقى السؤال اللي دايما يجي، لو الـ STH زاد بصوا الحته دي 13 دي تتحد مع الريسبتور بتاعت المساج. يعني ايه؟ نتصور ده قلم اهو كده يا شباب، القلم ده دي غطاء، الغطاء ده 13 ده المساج، ادي اللي هو ادي الـ STH اهو، يبقى الغطاء ده 13، 13 دول يروحوا للريسبتور بتاعت المساج يتحدوا معاه. مره تاني ده ام اس اتش كام امينو اسيد؟ 13. لو اتحد مع ريسبتور هيعمل ايه؟ بيجمنتيشن الجلد، يخلي لون الجلد غامق. خلاص. طب الاس تي اتش لو زاد 13 دول بيتحدوا برضه مع الريسبتور بتاعت الام اس اتش ويعمل بيجمنتيشن. يبقى يعني ايه؟ يعني اقول له والله انكريز اي سي تي اتش يعمل بيجمنتيشن. معلش انا خط صغير النهارده عشان ايه؟ الورق قليل. يبقى هيعمل بيجمنتيشن، هايبر بيجمنتيشن. طب لو واحد ما عندوش اس تي اتش هايبو بيجمنتيشن. مره ثانيه اس تي اتش يزيد يعني ايه؟ هايبر. اس تي اتش قليل ليه؟ عشان الله الـ STH كام امينو اسيد؟ 39. 13 اوانيين بتوعه ام اس اتش زي الام اس اتش بالظبط، هو له ام اس اتش لايك اكتيفيتي. فاهمين يا شباب؟ ولا لا؟ بص بقى يا دكتور، خلي بالك معايا يا دكتور، لو كورتيزول زايد نتوقع ايه للـ STH؟ اقل يقل النيجاتيف فيدباك. كورتيزول زي اس تي اتش واحد دلوقتي ادينا له اعراض كورتيزول واحد ادينا له اعراض كورتيزول يبقى الاس تي اتش هيحصل له ايه؟ هيقل. لما يقل هايبر بيجمنتيشن والله هايبر. برافو. واحد بقى ما عندوش كورتيزول خالص هايبر يبقى الاس تي اتش
زي يبقى هايبر بيجمنتيشن، يبقى مرة تاني ال STH يا شباب لو زاد بيجمنتيشن، قال هايبر بيجمنتيشن خلاص. مين اللي يأثر على STH؟ كورتيزون نيجاتيف فيدباك. لو كورتيزون زايد STH قليل، كورتيزون قليل STH عايز. فاهمين يا شباب؟ اه ولا لا؟ اه. طيب دكاترة ركزوا بقى معايا كده يا شباب، تعالوا كده نشوف بقى. الله ده سبحان الله. خلوا بالكم بقى يا شباب، السي ار اتش والاي سي تي اتش والكورتيزول، بصوا صباحا صباحا الساعة 6 صباحا بصوا الاقيهم زايدين، ومساء ساعة من 8 إلى 12 مساء قليلين. ودي بنسميها سيركيديان ريزم. سيركيديان ريزم يعني ايه سيركيديان ريزم؟ يعني الكورتيزول يا شباب ملوش ليفل ثابت. عشان كده لما اجي انا كطبيب عايز اقيس الكورتيزول اقول للعيان روح حل الكورتيزول وتعالى. دي ساعة اه لازم ايه؟ ده تقريبا الليفل بتاعه بس مش مهم، يعني حوالي 16 مايكرو، وده هنا بليل 8. شوفوا ده ضعف ده. يبقى لما اكون عايز احلل الكورتيزول اقول له ايه؟ حلل صباحا عشان يديني فاليوز نورمال فاليوز مختلف عن مساء. فاهمين يا شباب؟ وهو ده مش الكورتيزول ده هرمون الستريس؟ ده ربنا سبحانه وتعالى في كل المخلوقات. نصحى الفجريه كده اه كنا نايمين، وهنصحى بقى للحياه اه كليه ومش عارف ايه وفي السيولوجي مش قضيه بايو يا بايو. المهم في ستريس ولا لا؟ اه والسكه زحمه ومش عارف ايه اه ولا مش اه؟ اه اه في ستريس. ربنا سبحانه وتعالى يزود لنا الكورتيزول اللي هو هرمون بتاع الاسترس. فاهمين يا شباب؟ عشان كده من افضل مذاكره يا دكاتره مذاكره الصباح بعد الفجر. ليه بقى يا شباب؟ اه مذاكره ستريس ولا مش ستريس؟ طبعا ستريس طبعا مش كده؟ اه الاقي بقى ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى يديني كورتيزول عالي. ليه كورتيزول عالي؟ عشان اس دي اتش عالي. ليه الاس دي اتش عالي؟ علشان سي ار اتش عالي. هو ده يا شباب اللي بنسميه سيركيديان ريزم. ودي يعني حاجه ودي في جميع المخلوقات. ضلت الواحد يصلي الفجر كده ويجي يخرج من صلاه الفجر يلاقي العصافير بقى سب 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 وات ذا ميكانيزم اوف سب 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 عندها سيركيديان ريزم. سي ار اتش ازاي؟ لان في حاجه اسمها الليمبيك سيستم. الليمبيك سيستم ده مسؤول عن البيهيفير التصرفات. فربنا خلقنا جميعا بهذا المنظر. بس خلوا بالكم بقى اللي ينام بقى الصباح. طب وعشان كده برضو مهمه جدا دي ليكم يا شباب. ايه بقى مهمه ليكم؟ قبل الاختبارات. قبل الاختبارات الواحد يقعد بقى ايه؟ يذاكر طول الليل وينام بعد الفجر. ويصحى بقى الظهر او العصر. يقعد كده اسبوع اتنين واخدين بالكم؟ الله ده السيركاديان ريزم عنده اتغيرت. وبقي الاوبتيمم بتاعه احسن وقت صحيان مخه اصبح على المغربيه كده. او بعد العصر. يجي صاحبنا دوت يروح الاختبار الساعه 9 10 صباحا. المخ لسه نايم. هو رايح ويكتب اسمه وكل حاجه ويخرج من الامتحان يقول يا الامتحان ده اي بلس. يجي بعد العصريه بقى يا نهار ابيض يا الله يا رب انجح. عشان كده يا شباب بقى ايه؟ نعمل حسابنا قبل الاختبارات لازم اظبط نومي ارجع السيركاديان ريزم ده للطبيعي ويكون الاوبتيمم بتاعي
الصباح وقت الاختبار. فهميه دي نسميها بيولوجيك كلوك. مش بتحصل يا شباب ولا لا؟ لدرجة انا ممكن اديك سؤال ما تعرفش تجاوب دلوقتي بعد العصر مثلا تجاوب او العكس. ليه؟ فاهمين؟ في كورتيزول ولا مفيش؟ فيهم فاهمين؟ سيركاديان ريثم اللي هي البيولوجيك كلوك. الحل ان هي قبل الاختبارات باسبوع كده ابدا اظبط ابدا بقى بحيث الاوبتيمم بتاع مخي يكون الساعه 9 10 الصبح. دكتور اخذ الكورتيزول ده قبل لا يا راجل. دكتور الكورتيزول يطلع وقت الاسترس؟ نعم الكورتيزول يطلع وقت الاسترس. مش الاختبار في الاسترس. طب بعد النوم بس انا نايم دلوقتي يعني المخ اتعود دلوقتي على النوم خلاص والبيولوجيك كلوك بتاعتي على الساعة العصر مثلا على الظهر. لا بس لما اصحى من النوم من الصباح ما في ستريس ليش يكون عادي؟ لا الحياة ستريس. انت نايم دلوقتي ريلاكس صحينا هتبدا تصحى بقى ايه تلبس وتخرج وتشوف العمل والتفكير وده ده يعتبر ستريس. فربنا سبحانه وتعالى يديك الكورتيزون عشان تواجه هذا الستريس. طيب تعالوا بقى يا دكاتره نشوف ايه اتفضل يزيد الاسترس ولا يقلله ولا هايل هنشوف دلوقتي كويس. يبقى عاوزين نعرف ايه الاكشنز اوف كورتيزون. ايه الاكشن بتاع الكورتيزون؟ قول له والله تعالوا كده اول حاجه يا دكاتره ميتابوليك اكشن. هو يعمل ايه على الكربوهيدرات؟ اقول له ده هايبر جلايسيميك هرمون. ليه هايبر جلايسيميك يا شباب؟ بلوك 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 مين تاني زيه؟ الله وقت الاسترس يا شباب عايزين السكر اللي في الدم ده نوديه لمين؟ نوديه للبرين. البرين بياكل الجلوكوز من غير انسولين. يبقى الكورتيزول ده يا شباب هايبر جلايسيميك هرمون. يبقى اي مريض هتديله كورتيزول اتوقع ان لازم يحصل له هايبر جلايسيميا. لازم فاهمين يا شباب اي مريض اديله كورتيزول لازم اتوقع يحصل له ايه هايبر. طب لو استخدمت كورتيزول مده طويله بقى اديله انسولين مشكله. هقولها تاني ايوه خلوا بالكم بقى كورتيزول هيعمل ايه بلاد جلوكوز انكريز. بلاد جلوكوز هيعمل ايه الانسولين هيطلع انسولين. الانسولين ده هل هيقدر يوطي البلد والجوز؟ لا ليه؟ لان مين الريسبتور بتاعته بلوكد 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 بالكورتيزون. يبقى لسه في بلد والجوز عالي ولا لا؟ هيطلع انسولين. هل هيقدر يوطي البلد والجوز؟ لا. يبقى ايه؟ لغايه ما البيتا سيل بقى مش هتطلع بقى اكزوستد. يبقى خلي بالك الكورتيزول هايبر جلايسيميك اند ديابيتوجينيك. دي بميكانيزم ودي بميكانيزم. ميكانيزم اوف هايبر جلايسيميا بلوك 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 الريسبتورز. الميكانيزم بتاعت ان هو ديابيتوجينيك اكزوشن اكزوستد سيلز. فاهمين يا شباب؟ واضحه كده ولا لا؟ يبقى بيعمل ايه بلوك جلوكوز؟ واضحه؟ يبقى ده اول اكشن على الكربوهيدرات. طب الاكشن يا دكاتره على ايه؟ على الفات. احنا دلوقتي قفلنا الجلوكوز يبقى عاوزين نجيب الانرجي من مين؟ يبقى لازم اعمل لايبوليسيس. اعمل ايه؟ لايبوليسيس. اعمل ايه لايبوليسيس؟ ايه الاندكس اوف لايبوليسيس؟ سؤال كيميائي يا شباب. ايوه ليفل اوف فري فاتي اسيد ان بلاد. برافو. What is the index of lipolysis? The index, يا شباب, of lipolysis level of free fatty acid in blood. ده واحد في lipolysis باخد الدهون بفكها. هفكها إلى free fatty acid وغليسرول. يبقى free fatty acid في الدم. واضحة كده يا شباب؟ طب هنقول حاجة ثالثة بقى على البروتين. بصوا الكاتابوليك.
يجيب البروتين يكسرها. ليه يجيب الامينو اسيد يعملها جلوكوز؟ يجيب الامينو اسيد يعملها ايه؟ يا راجل يبقى بيعمل ايه يا شباب؟ ها؟ يبقى بيعمل ايه؟ يجيب البروتين يفك الجلوكوز. يبقى هو كاتابوليك. كاتابوليك ايه اكتر حاجه فيها بروتين يا شباب؟ المثل اللحمه العضلات صح؟ وايه كمان؟ يبقى السكيليتال ماسل حجمها هيقل. وايه كمان؟ فاكرين لما قلنا ربع وربع وزن العظم بروتين ماتريكس؟ يبقى خلي بالكم لو واحد بياخد كورتيزون كتير باخد المصل البروتين سوري بتاع البون بفكه، يبقى كان البون ده ملوش ماتريكس. دي نمره واحد في العظم، معايا كده يا شباب تاني؟ ايه الاكشن بتاع الكورتيزون على الكربوهيدرات على الفات على البروتين؟ يبقى دي سهله يا شباب. اوكي طب تعالوا كده بقى حاجه تانية يا دكاتره، بصوا دي بحب اقولها الحقيقه اول حاجه يعني عشان بس ما ننساش. انتي فيتامين دي يا الكورتيزون يا شباب يمنع الاكشن اوف فيتامين دي. يا سلام، يبقى فيتامين دي لما يقل يا شباب كالسيوم يحصل له ايه؟ لما الكالسيوم يقل انهي هرمون بيطلع؟ باراثايرويد هرمون. باراثايرويد هرمون هياخد الكالسيوم من فين؟ خلاص يبقى بصوا، يبقى العظم ده خدنا منه ايه ثم خدنا منه ايه؟ يبقى اصبح عظم بدون بون. لا سوري 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 بون بدون عظم. ليه يا شباب؟ انا خدت الماتريكس عملت لها كاتابوليك وخدت كمان كالسيوم، فاهمين؟ وعشان كده بقى الواحد يجي يسلم على التاني عظم اتكسر. هو ده يا شباب اللي اسميه اوستيو بوروزيس. يبقى يعني ايه اوستيو بوروزيس؟ عظم بدون شاشك عظام، عظم بدون بون، بون بدون عظم. خدنا من العظم ده ايه وايه؟ واضحه كده يا شباب؟ بينما خلوا بالكم لسه قايلين المره اللي فاتت او اللي قبلها اللي عنده اوستيومانيشيا، اللي عندها اوستيومانيشيا استروجين قليل واحد عمره 60 70 سنه عندها ايه بس يا شباب؟ ثواني نقول ادلت ريكتس استروجين قليل يبقى فيتامين دي قليل. فيتامين دي قليل هناخد ايه من العظم؟ كالسيوم. لكن في ماتريكس ولا ما فيهوش؟ في. يبقى مين اقوى يا شباب؟ العظم بتاع الاسط اللي ريكتس ولا العظم بتاع الاوستيوبروز؟ الاوستيوبروز عظم بدون بون، يعني مفيش بون، فاهمين؟ لكن التاني في ماتريكس، واضحه كده؟ لا ولا تاني. واحده ما عندهاش استروجين زي من بون عمرها 60 70 سنه. يبقى ايه؟ ما فيش استروجين، فيتامين دي قليل. لان الاستروجين بيزود فيتامين دي. الله فيتامين دي قليل، كالسيوم قليل، مرة ثانية هرمون يطلع ياخد الكالسيوم من العظم، لكن ملوش علاقة بالماتريكس. مين اللي ليه علاقة بالماتريكس؟ كورتيزون. أنت فيتامين دي يعمل نفس بتاع الأذر ريكتس، لكن في نفس الوقت يكسر. نمرة ثلاثة يا شباب، نمرة ثلاثة. لا يعني لا هقول نمرة خمسة الأول. عشان بس يعني خلوا بالكم بقى، هو انتي فايبروتيك، انتي فايبروبلاست، انتي انفلاماتوري. يعني ايه انتي انفلاماتوري بقى؟ يمنع تكوين الفايبروستيشن. الله دي بقى تهمكم قوي 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 قوي. ده انتوا الجراحات عندكم ايه؟ دقيقه جدا جدا جدا، ومش عايز اكون فايبروستيشن حوالين النيرف والا ايه؟ يقفل النيرف، يقفل لي روت كنال، يعمل، فاهمين؟ اعطيكم تجربه واضحه؟
يبقى الشغل الدقيق قوي يا شباب اللي انت بتشتغلوه ها، مش عايز اعمل فايبروزس، والا الفايبروستيشن دي هتبوظ لي كل الشغل اللي انا بعمله. يبقى هضطر مضطرا يبقى هضطر مضطرا اجباريا ان استخدم الكورتيزون. فحضرتك تخلي بالك كورتيزول قديه يبقى بلاد جلوكوز هيزيد، كاتابوليك ليبوليسيس صح ولا لا؟ وايه فاهمين؟ طب وهستخدمه قد ايه؟ اكوردنج بقى، انا ممكن اعمل عمليات ومش عارف ايه بتاع خمس ست شهور، هستخدم الكورتيزون مده طويله. الناس اللي عندهم بروكيا الازمة حاسيه على السد ربو شعبي، بستخدم الكورتيزون كتير. فاهمين يا دكاتره؟ واضحه كده ولا لا؟ يبقى هو ايه؟ يمنع تكوين الفايبروسيس. عشان كده انت لازم تستخدم الكورتيزون، لازم تستخدم كتير بقى يا دكاتره. فلازم نعرف ان ايه مشاكل الكورتيزون. لا لكن بصوا حاجه تانية يا شباب، لان لو كتبناها من غير ما نكتب حاجه تانية ممكن نترسم من النقابات. ايه بقى؟ بصوا كل هكتبها بالعربي يا شباب. كل مريض ياخذ كورتيزون، بصوا لابد وحتما وشرطا ازاي نخلي واحد مريض نعمل له قرعه في المعده؟ يعني مريض جاي لي وانا متغاظ منه كويس، عاملني معامله مش لطيفه او يعني ايه طيب انا هقرحك تزير بس عشان ازاي نعمل له قرحه يا شباب؟ ادي له كورتيزون. الكورتيزون بيعمل ايه؟ الجاسترين هرمون اولا. لا 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 ثواني، مش في اتش سي ال في المعده؟ ايوه. وفي دكاتره حاجه اسمها بارير، ايوه بارير ميوكاس ممبرين، ده بروستاجلاندين. مين اللي بيزود البارير؟ بروستاجلاندين. فاهمين؟ يبقى مين اللي بيزود البارير؟ مين اللي بيزود البارير يمنع قرحة المعدة؟ بروستاجلاندين. يقل بحاجتين، اسبرين وكورتيزون. اسبرين وكورتيزون، الاسبرين انتي بروستاجلاندين، كورتيزون انتي بروستاجلاندين. عشان كده واحد زعل كورتيزون زاد جات له قرحة في المعدة، واحد زعل كورتيزون زاد يجي له ايه؟ يجي له الاول قرحه معده. فحضرتك دلوقتي عشان تمنع الفايبر ستيشن في الاسنان دي هتدي كورتيزون. بصوا بقى بره 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 ها، لو ادينا كورتيزون من غير ما ندي انتي اسيد حاجه تمنع تكوين الاتش سي ال هنتحاكم ونتفصل من النقابات. لا احنا المهم البيشنت البره خلوا بالكم احنا مش قضية يعني كلنا بنغطي على بعض، تعودوا على البر والتقوى. لكن بقول كده لكن المونتاج، لكن المهم بره يا شباب خلوا بالكم حقيقي اللي يكتب كورتيزون من غير ما يكتب انتي اسيد حاجه تمنع تكوين الاتش سي ال مصيبة سودة. فاهمين يا شباب؟ يبقى اوعى تكتب كورتيزول من غير ما تكتب والا هيحصل له قرح في المعدة. ده بره مسؤول. فاهمين؟ لا لا نديهم كورتيزول والاسبرين. يبقى اسرع حاجة يا جماعة عشان نعمل المريض قرحة اديله كورتيزول واسبرين تاني يوم على طول. اوعدكم يعني يوم واحد. يعني هيجي بس ايه؟ اقول له خد كورتيزول واسبرين. هينزل.
تاني تروح مش هيجي تصور هتروح تصلي عليه واضحه كده واضحه طيب نقول حته تانيه كده على الكورتيزول يعني الكورتيزول يا شباب خلي بالكم بقى معايا واحد دلوقتي زرعنا له كده واحد زرعنا له كده الجسم ده هيحاول يلفظ الكليه دي ليه بقى الجسم يلفظ الكليه الاميون سيستم بالانتي بوديز تحاول ايه تخرج الاورجان ده بره فندي بقى كورتيزول عشان يمنع الايه لان هو اميونو سبريسيف سبريشن اميونو سبريسيف اميونو سبريسيف دراج يمنع تكوين الانتي الايه انهبت الايه الاميون سيستم كله بس خلوا بالكم بقى يا شباب خلوا بالكم بقى المعلومه اللي جايه بقى دي بتاعتها واحد دلوقتي زرعنا له ليفر عمليه زرع الليفر دي في مصر يعني ما اعرفش هنا بكام لكن في مصر مش اقل من نص مليون جنيه يعني هنا مش اعتقد يعني مش اقل من مليون يعني ريال. بص كده يا دكاتره خلي بالكم معايا ليه بقى العمليه نفسها سهله العمليه سهله لكن عشان نخلي الجسم نخلي الجسم ما يلفظش هذا الكبد الجديد يغرق العيان ده كورتيزون الله يبقى ما عندوش ايه يا شباب مناعه خالص ده لو جاله انفلونزا هيموت فنحطه بقى في غرفة معقمة غرفة معقمة لمدة من شهر لثلاث شهور فاهمين؟ حتى الأكل اللي بيدخله معقم حتى الدكتور اللي بيدخل معقم حتى النيرس اللي داخله له معقم فاهمين يا شباب بألترا فايلت فاهمين؟ وبالتالي هي دي مكلفة واضحة بقى يا شباب؟ لكن العملية نفسها مش قضية كأي عملية أخرى لكن يعني إيه نوع واحد يقعد شهر ولا ثلاث شهور في غرفة معقمة هي بقت التكلفة الشديدة فاهمين ده كده يبقى خلي بالك أي مريض هتديله كورتيزول لمدة طويلة توقع إن المقاومة عنده جدا هتبقى قليلة جدا 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 حتى بعد ما يطلع من الغرفة أوكي يا شباب نكمل بقى المرة الجاية إن شاء الله Thank you.